الحصيلة التشريعية من ناحية النوعية مهمة جدا، لأنها تهم بالأساس تعميق وتوسيع ثقافة حقوق الإنسان ببلادنا، وذلك من خلال المصادقة على بعض القوانين مهمة جدا، من بينها القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، والحق في الولوج إلى المعلومة. هذه القوانين مرة أخرى تؤكد أننا في سياق بناء دولة القانون، والمغرب جعل من هذا التوجه الدستوري إحدى التوجهات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، هناك المصادقة على قانون خاص بتوسيع دائرة المستفيدين في إطار التكافل الاجتماعي، حيث أن النساء المطلقات سيصبحن من المستفيدات من هذا الصندوق، بحيث البعد الحقوقي والبعد الاجتماعي هو ما ميز هذه الدورة. بالإضافة إلى كل ذلك، نلاحظ أن الدبلوماسية البرلمانية تسهم بنوع من النجاعة من خلال حضور منتظم في جميع المؤسسات القارية، إفريقيا، أمريكا اللاتينية، وكذلك آسيا. نعتبر بأن هذه القارات الثلاث، هذا المثلث القاري، سيكون له وقع قوي جدا على مستقبل العالم في السنوات المقبلة.